تحية كبيرة من شركة IndigoVision وأهلا ومرحبا بكم في اليوم الثاني من معرضكم Intersec 2019. أنا فخور بأن أقدم لكم عرض منتجاتنا الثاني الذي يركز على حلول البرمجيات وهو يعتبر القلب النابض للشركة. مركز التحكم هو القلب النابض لمنتجات شركة IndigoVision وهو الحل الأمثل والفعال القابل للتطوير القوي والسريع. هناك 3 تحديثات سنوية في كل منها إضافة ميزات جديدة. آخر إصدار رقم 15.4 ويركز على تحسين تجربة العملاء. أهم هذه الميزات هي دعم كاميرات ألترا الجديدة، تحذيرات تلقائية لأجهزة التسجيل الشبكية، وضع ديناميكي للمستخدمين، والاتصال الافتراضي VPN لإنتيجرا. ثانيا، لدينا تقنية مبتكرة في مجال مكافحة الاشتراقات الإلكترونية والتي تحمي بيئة مركز التحكم، ومن خلالها يتم الكشف عن أي تهديدات ورصدها. يتم إرسال التحذيرات مباشرة لمركز التحكم ليتمكن المشغلين من الكشف عن أي هجوم إلكتروني. وأخيرا سنقوم بعرض تقنية الذكاء الاصطناعي عن طريق تحليل الفيديو والذي ننتجه عن طريق شركة بريفكام، وميزة قراءة لوحات السيارات المدعومة من شركة إنوير. سيكون فريقنا الفني سعيدا جدا بزيارتكم لجناحنا لعرض آخر التقنيات بهذا الخصوص. ترقبوا عرض منتجاتنا غدا بآخر يوم بمعرض Intersec. انتظار زيارتكم إلى جناحنا رقم E27 لإطلاعكم على آخر التطورات، أو يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.